بالفعل ستدفع هذه العقوبات البريطانية أو حتى العقوبات الأوروبية والأمريكية الحكومة السورية إلى تسوية سياسية وعدم تعطيل الحل السياسي كما يقول وزير الخارجية البريطاني؟ أخي الكريم، من لديه نوايا حسنة لا يمكن أن يبرر تلك الإجراءات اللا قانونية واللا شرعية تحت عنوان دعم الأطراف أو تحفيز الأطراف للانخراط في العملية السياسية. الدولة السورية منذ البداية انطلقت بعملية سياسية، وكان هناك القرار 2254، وأنا كنت أحد المشاركين في جولات جنيف ولاحقا في مؤتمر سوتشي واللجنة الدستورية. كانت هناك عملية سياسية حقيقية، لكن للأسف اليوم التدخل الخارجي إقليميا ودوليا هو الذي ما زال إلى الآن يعطل. اليوم لو تركت إرادة السوريين أن تعبر بشكل حر وبعيدا عن التدخل الخارجي وبعيدا عن حسابات ضيقة، أعتقد بأن هناك الكثير من القواسم المشتركة. أما موضوع أن الإجراءات البريطانية ستؤثر، منذ الأيام الأولى هناك إجراءات فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فرضت على الشعب السوري وهي الأكثر قسوة، وخاصة قانون قيصر الإرهابي، خارج إطار تدابير مجلس الأمن وخارج إطار تدابير المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. هذه الدبلوماسية الردع الاقتصادي الذي تتبعها أمريكا والعديد من الدول تؤثر سلبا ليس فقط على سوريا، بل هي تطال العديد من دول العالم باعتبار أنها الأقل تكلفة وأنها تشكل ضغطا من أجل التفاوض تحت تحت الضغط الاقتصادي أو الدبلوماسي أو غيره. أنا أعتقد بأنه اليوم يحتاج العالم اليوم إلى وقفة حقيقية وتضامن دولي حقيقي في الوقوف في وجه تلك الإجراءات، لأنها تشكل سوابق دولية خطيرة لا يجب تعميمها باعتبار أنها تطال الأمن المعيشي والأمن الغذائي والأمن البيولوجي للكثير. فعلى سبيل المثال إجراءات قيصر منعت الدولة السورية من إعادة تأهيل بنيتها الصحية وخدمات الاستشفاء وغيرها، وهي التي تواجه جائحة كورونا كما تواجه معظم دول العالم. طيب، هنا مرة أخرى سيد عزوز، هل يستطيع الروس فرملة هذه العقوبات أو أن هذه العقوبات من باب آخر لن تؤثر على مساعيهم الحالية في المنطقة؟ أولا اليوم نحن نتطلع إلى عدالة دولية حقيقية، لكن اليوم العدالة الدولية محكومة بمصالح القوى الكبرى. كل الإجراءات تتم من بدايتها إلى نهايتها بصياغ قانونية، ولكن الغرض سياسي بامتياز. فاليوم تشكيل محاكم أو غيرها أو تشكيل تحت عناوين العدالة الانتقالية، لدينا عشرات التجارب في إطار تطبيق العدالة الانتقالية في الدول في مرحلة ما بعد الصراع وغير ذلك، كلها وجدنا حجم التسييس وحجم الانتقام وحجم التشفي السياسي ومحاولات العزل وغيرها. لهذا السبب اليوم هناك قلق حقيقي اليوم من تنامي تلك الإجراءات على المستوى الدولي، كما قلت لا تطال فقط سوريا بل تطال عشرات الدول اليوم عالمياً.